من سنة فاتت الجيش الأمريكي خرج من أفغانستان بعد ما وقع اتفاق مع حركة طالبان بأنه يسلمها البلد مقابل أنها تتوقف عن دعم تنظيم القاعدة. اتفقنا يا طالبان؟ اتفقنا يا أمريكا. لكن يفاجئ العالم كله بأن المخابرات الأمريكية بتضرب أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في قلب العاصمة الأفغانية كابل. حضرتك تقول لي مش طالبان وعدت امريكا بانها ما تدعمش تنظيم القاعده؟ ازاي بقى سمحت لزعيم تنظيم القاعده نفسه انه ينزل من الجبل يعيش في العاصمه الافغانيه كابول؟ اقول لك الله ينور عليك، ده سؤال عظيم جدا. حركه طالبان وبمجرد ما الجيش الامريكي خرج من افغانستان جابت ايمن الظواهري قعدته في واحده من ارقى مناطق العاصمه كابول، اللي هو مفيش احسن من كده. لكن سيد المواطن مش عاوزك تبقى طيب، المخابرات الامريكيه مش عبيطه ولا بيضحك عليها، اختلف معاها زي ما تختلف، لكن الحق حق. المخابرات الأمريكية كانت عارفة أن طالبان مش هتلتزم باتفاقها، ومع ذلك فهمت طالبان أنها قدرت تضحك على المخابرات الأمريكية، فهمت طالبان أنها سلمتهم أفغانستان ببلاش علشان يعين الجيش الأمريكي مش قادر يحاربها أكتر من كده. لكن الخطة كانت أبسط من كده بكتير. الخطة كانت أني صحيح هخرج من أفغانستان، لكن هتفضل عيني عليها، قواتي هتخرج لكن عملائي موجودين على الأرض والدرونز طايرين في السماء وأقمار الصناعية بتراقب من الفضاء. فكانت النتيجة أن طالبان سمحت لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة أخطر المطلوبين دوليا إنه يعيش في كابول عاصمة أفغانستان، وده بالظبط اللي المخابرات الأمريكية كانت عاوزاه. يعيش وسط الجبال بعيد عن عيني ليه؟ ينزل يا باشا يعيش في بيت أقدر أضربه بالطيران وقت ما أحب، زيه زي أسامة بن لادن. فضلوا سايبينه برضه لحد ما نزل من الجبل وعاش مع أسرته في بيت من بيوت باكستان، وفجأة نزلت القوات الخاصة الأمريكية بطيارة هليكوبتر خلصوا عليه وخدوا جثمانه ومشيوا. أنا لسه هدور عليك في الجبل، انزل تعالى اقعد تحت. وعلشان تدرك إن تصفية العناصر الإرهابية بالنسبة لأمريكا ما عادش لازم لها إنها تحرك جيشها بالكامل، فخلينا أقولك إن مثلا أيمن الظواهري مش أول واحد المخابرات الأمريكية تصفيه في عهد جو بايدن، لأنها صفت قبل منه أبو إبراهيم القرشي في سوريا، وده قيادي في تنظيم داعش، ده غير ماهر العقال برضه في سوريا، تابع برضه لتنظيم داعش، حتى ترامب اللي ما كانش بيفهم غير في الفلوس، اتصفى في عهده قاسم سليماني الحرس الثوري الإيراني، وأبو بكر البغدادي تنظيم داعش، وحمزة بن لادن ابن أسامة بن لادن، وقاسم الريمي تنظيم القاعدة، أما أوباما عمهم كلهم فقدر انه يصفي اخطرهم، واسامه بن لادن نفسه، ده غير سعد بن لادن ابن اسامه بن لادن، ده غير طاهر يولداشيف حركه اوزبكستان الاسلاميه، اما جورج بوش الابن ففي عهده قدرت المخابرات الامريكيه انها تصفي ابو مصعب الزرقاوي تنظيم القاعده، وابو حمزه ربيعه برضه تنظيم القاعده، وعماد مغنيه حزب الله. وبالمناسبه تصفيه عماد مغنيه كان بالتعاون بين المخابرات الامريكيه والموساد الاسرائيلي، تقريبا هما الاثنين كانوا متضايقين منه. وهنا خليك فاكر الناس اللي رؤساء امريكا صفوهم علشان هنحتاج لهم كمان شويه. حضرتك تقول لي طيب لما المخابرات الامريكيه جامده قوي كده وعارفه مكان ايمن الظواهري من بدري، ليه سابته طول المده دي علشان تصفيه؟ اقول لك الله ينور عليك، السؤال ده هو مفتاح الحكايه كلها. ايمن الظواهري سيد المواطن اتولد يوم 19 يونيو سنه 1951 قبل ثوره الضباط الاحرار بسنه واحدة. ايه علاقته بثورة يوليو؟ ولا اي حاجة. حبيت بس افكرك اننا عملنا حلقة عنها توضح اذا كانت ثورة فعلا ولا انقلاب، تقدر ترجع لها. المهم نرجع لايمن الظواهري. جده محمد الاحمد الظواهري كان واحد من اهم شيوخ الجامع الازهر، والده كان واحد من اشهر اطباء الامراض الجلدية، عم والدته يبقى عبد الرحمن عزام اول امين عام للجامعة العربية. المصادفة العجيبة بقى انه ابن خالة السفير محمد طهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الاسبق محمد مرسي. لكن طبعا ده مش معناه ان اهله وقرايبه اللي ذكرناهم دلوقتي يكون لهم اي دور في تصرفاته او جرايمه. المهم بمجرد ما ايمن الظواهري بدا يشم نفسه كده ويطلع له شنب في وشه، الكل لاحظ ان افكاره متشدده لدرجه انه قبل ما يكمل 15 سنه بدا يتكلم عن ضروره اسقاط نظام الدوله واستبداله بحكم اسلامي. 15 سنه، وهنا اتعرض للاعتقال بتهمه الانضمام لجماعه الاخوان، وبعدها بشويه افرجوا عنه وكمل ايمن الظواهري دراسته ودخل كليه الطب وتخصص في الجراحه. اتخرج سنه 74 وفضل شغال في مصر لحد سنه 1980، وقتها انضم لمجال الإغاثة مع منظمة الهلال الأحمر. لكن قبل ما ينضم للهلال الأحمر كان قدر انه يشارك في تأسيس تنظيم الجهاد الإرهابي. المهم انضم أيمن الظواهري للإغاثة مع الهلال الأحمر. فين بقى سيد المواطن شغل الإغاثة ده؟ في مدينة بيشاور الباكستانية تقريبا كده، دي كانت أول سلمة حقيقية في طريق نهايته، خصوصا وانه كان بيعالج مين؟ الجرحى من المقاتلين اللي بيصابوا في حرب أفغانستان. وخلال وجوده في باكستان قدر انه يدخل أفغانستان أكتر من مرة، وقتها زاد تشدده خصوصا لما قرب أكتر من أسامة بن لادن.
والسبب الأهم هي مشاهد الحرب اللي بيشوفها كل يوم والتاني والجرحى من المقاتلين اللي بيعالجهم. المشكلة الأكبر هنا إن الحرب أول ما ابتدت كانت ضد الاتحاد السوفيتي، وبالتالي كان في تشجيع من الدول الإسلامية وتشجيع أكبر من أمريكا نفسها على محاربة المستعمر اللي هو الاتحاد السوفيتي، زي ما حكينا قصة بالتفصيل في حلقة ما وراء طالبان، تقدر ترجع لها لو حاب تعرف تفاصيل أكتر. وبالتالي المقاتلين أو المجاهدين وقتها بنى تفكيرهم على إن اللي بنعمله ده جهاد ضد مستعمر، بدليل إن حكومات الدول الإسلامية هي اللي بتدعمنا. ولما خرج الاتحاد السوفيتي ودخل مكانه الجيش الأمريكي، فضلت الفكرة موجودة وهي إننا بنحارب مستعمر، مش هيفرق بقى إذا كان المستعمر ده سوفيتي ولا أمريكي، ففضل القتال أو الجهاد مستمر. لكن طبعا بمجرد ما الجهاد ده بقى ضد أمريكا، اتحول دعمها ليهم لحرب ضدهم، وتحول اسمهم من مجاهدين لإرهابيين. طيب هنا برضو فين المشكلة؟ المشكلة سيد المواطن إن الناس دي ورغم إن حربهم جوه أفغانستان، إلا إنهم بدأوا يوجهوا عملياتهم لدول تانية ملهاش علاقة بالموضوع زي مصر. فمثلا في حادثة اغتيال الرئيس السادات، اتقبض على أيمن الظواهر بتهمة المشاركة في عملية الاغتيال، لكن وبرغم براءته من المشاركة في تنفيذ عملية الاغتيال، إلا إنه اتسجن 3 سنين بتهمة حيازة السلاح. أنت راجل طبيب جراح شايل سلاح عندك بتعمل بيه إيه؟ فاتسجن 3 سنين. لكن سيد المواطن لم تكن تلك هي أخطر جرائمه، لأنه سنة 95 خطط لعملية تفجير السفارة المصرية في باكستان. ليه يا فندم هتفجرها؟ قالك إن تنظيم القاعدة شايف إن الدبلوماسيين المصريين بيجمعوا معلومات استخباراتية عن فصائل الجهاد في باكستان، وبناء عليه وجب القصاص منهم. راح في التفجير ده الانتحاريين اللي فجروا المبنى، والسكرتير التاني للسفارة، وثلاثة من حراس الأمن المصريين، واثناشر من جنسيات مختلفة بينهم حراس أمن باكستانيين ومدنيين، وأربع دبلوماسيين، ده غير إصابة عدد كبير من موظفين السفارة. الأخطر من كده إن الانفجار بسبب شدته مقتل انفجارية ضربت السفارة اليابانية والإندونيسية اللي في نفس محيط السفارة المصرية. للدرجة دي الانفجار كان شديد. بعدها خطط اغتيال رئيس الوزراء المصري عاطف صدقي، وده برضو كان في بداية التسعينات، لكن العملية فشلت بسبب ان ضابط شرطة مصري من ضباط تأمين موكب رئيس الوزراء طرد 2 من المواطنين اللي واقفين على خط سير الموكب، علشان يتضح بعد كده ان الاتنين المواطنين دول مجرد ارهابيين واقفين يراقبوا خط سير الموكب علشان يبلغوا زمايلهم اللي هيفجروا العربية المفخخة. وبالتالي لما ضابط الشرطة بعدهم عن خط سير الموكب، ما يدروش يبلغوا بلحظة مرور الموكب بالظبط، ولما تم تفجير السيارة المفخخة كان الموكب عدى فعلا. فكانت النتيجة سيد المواطن ان اللي راح في الانفجار مجرد مدنيين مصريين مالهمش اي ذنب. بعدها وتحديدا سنة 97 اسمه ظهر في تحقيقات المذبحة اللي تعرض لها السياح الاجانب في الاقصر، وبعدها بسنتين اتحكم عليه بالاعدام بسبب الهجمات الارهابية اللي بيخطط لها ضد مصر، لكن طبعا الحكم كان غيابي. وطبعا اخطر جرائمه هي التخطيط لاحداث 11 سبتمبر اللي برضو حكينا قصتها بالتفصيل في حلقة منفصلة بعنوان حقيقة 11 سبتمبر، تقدر ترجع لها علشان تعرف ليه مدير المخابرات الامريكية اختفى قبلها بساعات وما ظهرش غير لما كل الابراج وقعت. وهنا وبعد احداث 11 سبتمبر كانت المفاجاه بان المخابرات الامريكيه رصدت مكافاه قيمتها 25 مليون دولار لاي حد يقدم معلومات تمكنهم من القبض عليه. طيب ليه بنقول انها كانت مفاجاه؟ لان المخابرات الامريكيه نفسها ما عرضتش اكتر من مليون دولار واحد مقابل معلومات عن حمزة بن لادن ابن أسامة بن لادن اللي كان مرشح لتولي زعامة تنظيم القاعدة من بعده. وهنا انت لوحدك بتقدر تدرك خطورة أيمن الظواهري مقارنة بابن أسامة بن لادن نفسه. مليون دولار مقابل 25 مليون دولار. لحد ما تنتهي قصة أيمن الظواهري بالكامل من كام يوم لما يعلن جو بايدن لوسائل الإعلام بأن العالم أصبح أكثر أمنا دلوقتي، بس تقدروا تعيشوا وانتم مطمنين. ليه يا فندم؟ خير إن شاء الله. خلصتكم من أيمن الظواهري، بعت طيارة بدون طيار ضرب ربطه بصاروخ وهو قاعد في بلكونة بيته في كابول عاصمة أفغانستان. أنا سوبرمان العالم. إيه ده، ثانية واحدة، يعني حضرتك كنت عارف مكانه طول الفترة اللي فاتت؟ طبعا يا حبيبي، وأنا صغير ولا إيه؟ ده أنا أشقى رئيس على الكوكب. طيب يا سيادة الرئيس، أنا عندي لحضرتك سؤال ومفاجأة. السؤال هو حضرتك ما صفيتوش ليه طول الفترة اللي فاتت دي؟ والمفاجأة إنك ما خلصتناش من خطر الإرهاب ولا حاجة. تنظيم القاعدة لسه موجود وهيتولى مكان الظواهري أمير جديد للتنظيم وكأن شيئا لم يكن. بالمناسبة المرشح يتولى مكان أيمن الظواهري مصري الجنسية برضه، واسمه سيف العدل، أحكي لك حكايته كمان شوية. فيا سيادة الرئيس، كل اللي حضرتك عملته هو إنك صفيت فرد واحد من تنظيم إرهابي كامل، وكل ده ليه؟ علشان هو ده اللي تعودنا عليه مع كل رئيس أمريكي. مع نهاية فترة كل رئيس أمريكي المخابرات الأمريكية تصف لها واحد من قادة الإرهاب في العالم، علشان بس يتقال إن الرئيس الأمريكي ده عظيم وقدر يخلص العالم من إرهابي شديد الخطورة، زي ما حصل مع جورج بوش الابن لما أعلن إنه قدر يخلص العالم من خطر أبو مصعب الزرقاوي، وزي أوباما اللي برضه في نهاية فترته أعلن إنه قدر يخلص العالم من خطر أسامة بن لادن، وزي ترامب اللي
أعلن أنه قدر يخلص العالم من خطر أبو بكر البغدادي. فيجي دلوقتي الدور على جو بايدن اللي خسر هيبته قدام بوتين في أوكرانيا، وخلاص فترة حكمه بتنتهي، وهو نفسه صحيا ممكن يقابل وجه كريم في أي وقت، فيطلع يعلن أنه قدر يخلص العالم من خطر أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. الغريب هنا سيد المواطن أن من يوم ما المخابرات الأمريكية أعلنت الحرب على تنظيم القاعدة إلا أنها ما بتحاربش غير قياداته، ما بتحاربش التنظيم نفسه. ليه؟ علشان يظهر للتنظيم قائد جديد يقدر الرئيس الأمريكي الجديد يصفيه في نهاية فترة رئاسته، وبرضه ساعتها يطلع يقول أنا قدرت أخلص العالم من خطر فلان الفلاني. لعبة بايخة وعمالة تتكرر بشكل ممل. هم عارفين إنهم كذابين، وإحنا عارفين إنهم كذابين، وهم عارفين إننا عارفين إنهم كذابين، ومع ذلك مستمرين في كتبه. الإرهاب الحقيقي مش بس اللي طلع ضرب علينا نار وقتل مننا مدنيين أبرياء ملهمش ذنب في حاجة، الإرهاب الحقيقي هو اللي صنع الإرهابي اللي بنحاربه علشان بس ينتصر عليه في نهاية الفيلم. أيمن الظواهري عمره ما كان بعيد عن المخابرات الأمريكية ولا عملائها، لكنه كان مركون على الرف لحد ما يحتاجوا له أو يحتاجوا يتخلصوا منه، مش هتفرق كتير. أيمن الظواهري وغيره من الإرهابيين ما يفرقوش كتير عن اللي صنعوهم وصفوه. وخليني افكرك بكم معلومه قلتهم لك قبل كده، بس انت اللي طيب وبتنسى سيد المواطن. الجيش الامريكي لما سلم افغانستان لطالبان في عهد جو بايدن، ترامب بنفسه طلع قالك ان اللي حصل ده قرار سليم جدا. خد بالك الاتفاق بين امريكا وطالبان حصل في عهد ترامب قبل ما يخلص مدته الرئاسيه. خد المعلومه الاهم، انسحاب الجيش الامريكي من افغانستان تم تحت حمايه 6000 جندي امريكي، محدش من طالبان ضرب عليهم طلقه واحده، حتى علم السفاره الامريكيه جندي امريكي هو اللي طلع نزله، عكس اللي حصل في ايران لما قامت الثوره واقتحموا السفاره الامريكيه واسروا الموظفين اللي فيها. يعني اللي حصل في ايران كان لوي دراع لامريكا، اما اللي حصل في افغانستان كان هو نفسه اللي امريكا عاوزاه. وهنا خلينا افكرك بان الوسيط في عمليه انسحاب الجيش الامريكي من افغانستان كانت قطر، اللي تعتبر اهم حليف لامريكا في المنطقه واللي فيها اكبر قاعده امريكيه خارج امريكا. يعني بالبلدي كده امريكا هي اللي بتحرك كل خيوط عملية التفاوض والانسحاب وتسليم البلد لطالبان. الاهم من كده ان الرعاية الامريكان في افغانستان خرجوا بدون خدش واحد، مفيش واحد فيهم اتخدش، وده عكس اللي حصل في ايران، ده بجانب السلاح الامريكي الجديد اللي امريكا سابته في كراتينه لحركة طالبان، كما لو كانت سايبة سلاح لقواتها مش قوات العدو اللي المفروض انسحبت من قدامه، خصوصا وان افغانستان وفي اللحظة اللي طالبان استولت فيها على السلاح كان موجود فيها 6000 جندي امريكي بيأمنوا اجلاء الرعاية الامريكان، يعني كانوا يقدروا يأمنوا السلاح الامريكي برضه، لكن ده ما حصلش، وكأن مقصود ان السلاح يتساب كجزء من صفقة تمت محدش يعرف عنها حاجة. بلاش كل اللي فات سيد المواطن، خد اللقطة دي. رغم الانسحاب الامريكي وهروب رئيس افغانستان الا ان القصر الرئاسي اتفتح لحركة طالبان باوامر من الحكومة الامريكية نفسها. تقول لي ازاي؟ اقول لك ان المسؤول الحكومي الافغاني اللي عايش في قطر هو اللي بعت حارس الرئيس الافغاني علشان يسلم طالبان قصر الرئاسة، رغم ان طالبان كانت تقدر تقتحم القصر وتجيب عليه وطيه وتضرب نار وتعور ناس كتير، الا ان الموضوع ما كانش محتاج ضرب نار ووجع دماغ، هو الراجل راح لهم بالمفتاح، فتح لهم القصر الرئاسي وقعدوا تصوروا في مكتب رئيس الافغاني والدنيا كانت زي الفل. طيب هل في تفاصيل تأكد الكلام ده؟ اقول لك طبعا. لما الجيش الامريكي انسحب، روسيا رفضت تخلي رعاياها من سفارتها في افغانستان وقالت لك مش هقفل السفارة ومش همشي من هنا. نفس الحكاية مع الصين، قالت لك طالبان دي حبيبتي. دي مين اللي بتقول كده؟ الصين اللي عندها اصلا مشاكل مع مسلمين الجور. وده معناه ان روسيا والصين لو كانوا شايفين بان فعلا الموضوع مش مترتب وهتحصل فوضى كانوا على الاقل امنوا سفاراتهم وسحبوا رعاياهم، لكن العكس هو اللي حصل، وده يأكد ان الناس دي عارفة ايه اللي هيحصل في افغانستان، عارفين ان الموضوع مترتب. طب اقول لك على حاجه، انسى كل اللي فات، اعتبره اي كلام، خد التفصيله الجايه دي. وزير الداخليه المصري الاسبق حبيب العدلي خلال محاكمته قال معلومه تتسجل في كتب التاريخ، ده طبعا بعيدا عن موقفك منه سواء بتحبه او بتكرهه. الراجل كان بيتكلم عن امريكا ودورها في ثوره يناير، وان السلطات المصريه ياما وقفت جنب امريكا، وان جماهيرنا مغرقاهم، واننا ما كناش نتوقع من امريكا دقه النقص اللي عملتها معانا في ثوره يناير. وهنا سؤال مهم، هي ايه جمايلك على الحكومه الامريكيه يا سياده الوزير؟ قال لك والله، وخد بالك بقى من التفصيلة دي، ان السلطات المصرية وصلتها معلومة من مصدرها في تنظيم القاعدة بان في عملية بيتم ترتيبها ضد امريكا. ساعتها لما عرضنا الموضوع على الرئيس مبارك امرنا نحذر المخابرات الامريكية فورا، وفعلا عملنا كده، والمخابرات الامريكية شكرت مصر وقالوا لهم انهم هيشوفوا الموضوع ده وهيدرسوه، رغم ان الموضوع ما كانش محتاج دراسة، دي معلومة مباشرة من عميل في قلب تنظيم القاعدة. بعدها بكام شهر رجع العنصر المصري لتنظيم القاعدة قال للسلطات المصرية ان العملية هتتنفذ خلال ايام، ورجعت تاني السلطات المصريه بلغت المخابرات الامريكيه بالمعلومه، لكن فوجئت مصر بعدها بان هجمات 11 سبتمبر نجحت والمخابرات الامريكيه ما عملتش حاجه. طيب
ده معناه ايه؟ معناه ان نجاح هجمات 11 سبتمبر مش معناه ان المخابرات الامريكية ما كانتش على علم بيها، معناه ان استمرار ايمن الظواهري على قيد الحياة مش معناه ان المخابرات الامريكية ما كانتش طايلاه، كل الحكاية انه كان مركون على الرف لحد ما نحتاج نصفيه، لحد ما يجي رئيس امريكي محتاج اي انجاز يداري بيه فشله في كل الملفات اللي تولاها من يوم ما مسك الحكم، فنجيبه له ونصفيه، علشان العالم يطلع يسقف له ويقول له برافو عليك، انت اللي انقذتنا من الارهاب، واخيرا المخابرات الامريكية قررت انها تصفي ايمن الظواهري اللي عنده 71 سنة، يعني ممكن يموت لوحده في اي لحظة، اخيرا قررت تصفي ايمن الظواهري بعد اكتر من 21 سنة على هجمات 11 سبتمبر، صفت ايمن الظواهري لكن لسه مش عاوزه تصفي تنظيم القاعده اللي غالبا هيتولى زعامته ارهاب جديد اسمه محمد صلاح الدين الملقب بسيف العدل، بالمناسبه مصر الجنسيه برضه، اتقبض عليه في مايو 87 في قضيه اعاده احياء تنظيم الجهاد، كان متهم وقتها بمحاوله قلب نظام الحكم في مصر، وسنه 89 هرب للسودان ومنها لافغانستان وهناك انضم لتنظيم القاعده. امريكا اتهمته بانشاء معسكرات تدريب ارهابيين في السودان والصومال وافغانستان، ده غير اتهامه بتفجير السفارات الامريكيه في نيروبي ودار السلام، والاخطر من كده هو اتهامه بتدريب وتجهيز العناصر اللي خطفت الطيارات في هجمات 11 سبتمبر، ولحد دلوقتي امريكا عارضه مكافاه 10 مليون دولار لاي حد يقدم معلومات تساعد في القبض عليه. ومن هنا بنحب نشكر الرئيس الامريكي جو بايدن انه خلص العالم من ارهابي واحد، وبنفكره ان التنظيم الارهابي نفسه لسه موجود، ده لو هو مش واخد باله يعني. ومن هنا برضو بنحب نشكر حضرتك سيد المواطن انك لسه طيب وبتصدق اي حاجة تسمعها. Secrets.